أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير الجمعة إن المملكة العربية السعودية تعمل على قائمة من الشكاوى بشأن قطر، وتتوقع تقديم القائمة قريبا جدا. وأضاف الجوبير قائلا إن قطر لم تتجاوب مع مطالبنا حتى الآن، مشيرا إلى أن حل الأزمة مع قطر يكمن في وقفها دعم التطرف والإرهاب. وأكد الجوبير على أن قطر يجب أن توقف إيواء المتطرفين والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وقال إن العالم كله وليس الخليج فقط يريد من قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تمكنها من تحرير حي الصناعة في الرقة بالكامل من قبضة مسلحي داعش، مضيفين أنهم بدأوا باقتحام حي البتاني في الجانب الشرقي لمدينة الرقة. وقالت القوات في بيان لها نشرته قيادة حملة غضب الفرات إن قوات سوريا الديمقراطية قضت خلال اشتباكات عنيفة تتواصل في الأطراف الشرقية والغربية للمدينة، قضت على 22 من مسلحي التنظيم بينهم 3 قياديين. قصفت فصائل المعارضة براجمات صواريخ صباح اليوم قوات النظام في المربع الأمني بمدينة درعا، فيما قصفت طائرات الأسد أحياء درعا البلد بغارات جوية دون ورود أنباء عن خسائر بشرية، في حين قصفت قوات النظام والميليشيات التابعة لها بلدة طفس بريف درعا الأوسط بالمدفعية الثقيلة. قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس إنه لا مقاتلي المعارضة ولا بشار الأسد سيكون لهم أي نفوذ في صياغة حل سياسي ينهي الحرب الدائرة منذ 6 سنوات، وأضاف أن الحل السياسي أصبح الآن رهينة المصالح الدولية. وقال ماخوس إنه لا يوجد حل في الوقت الراهن سواء كان سياسيا أو عسكريا. نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة للمكان الذي نفذت فيه غارة جوية بمدينة رقة السورية في 28 مايو الماضي، بعد أن أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها ترجح مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في تلك الغارة مع 30 آخرين. قدرت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 100,000 مدني عراقي محتجزون لدى مسلحي تنظيم داعش في وسط مدينة الموصل القديمة التي تسعى القوات العراقية لاستعادة السيطرة عليها. وصرح ممثل مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة للاجئين العراقيين برونو جدو في مؤتمر صحفي من جنيف أن أكثر من 100,000 مدني ربما ما زالوا محتجزين في المدينة القديمة، وهؤلاء المدنيون محتجزون بأغلبهم بمثابة دروع بشرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.